لا، التشكيلات المسلحة يعني كانت في المدة الماضية جرى التشويش عليها إعلاميا، والآن وضحت الصورة لهم كلهم. وبعض التشكيلات المسلحة القليلة جدا واللي ما لهاش تأثير، هذه ربما تم رشوتها بالمال، وأعتقد أن يعني مواقفها حتى تتغير لأنهم اكتشفوا الحقيقة هم أيضا. فبالنسبة للكتائب المسلحة والميليشيات المسلحة موقفها تغير ولن تكون داعمة للحكومة. وبالنسبة لرئيس الحكومة المنتهي الولاية، إذا تشبت بالسلطة فهذا يعني لن تكون يكون تشبت السلطة له أثر، لن يبقى معه المال، ليس لديه مال الآن، تم منع الصرف